كلام محترم. ويمكن في بعض النقاط امبارح برضو عايزين ناخد رأي حضرتك فيها. يعني امبارح احنا شفنا في طرد حصل مبكر جدا يمكن في الدقيقة 20 تحديدا لعامر عامر حارس المرمى، ويمكن الجول برضو اللي في الدقيقة الرابعة ده كله أثر بشكل سلبي. ده غير ان كابتن هيثم شعبان كان ليه تصريح يعني بعد المباراة وقال انا اصلا داخل المباراة يعني عندي اصابات وغيره، وفي كواليس كانت قبل المباراة، ده غير اللي حصل داخل المباراة. فدي الاحداث اللي حصلت. ولكن انا على الصعيد الثاني برضو لما اجي كده اقيم او اشوف برضو، انا عندي كان ممكن افوز باهداف اكتر من كده، وعندي حاجات اتلغت. يعني عندي يعني جول او لمسه قفشه اللي هي اتقال ان هي يعني في اليد اللي هو جول محمد شريف اللي اتلغى، بتهيألي كانت غريبه جدا، لان كمان كان في نقص في الكاميرا، كان في زاويه كانت لو جت تالي من الخلف كان ممكن ان هي تبين اكتر من كده. فراي حضرتك تحديدا في الكوره دي ايه؟ انا عايز اقول لك ان يعني الفرقه اللي بتقابل النادي الاهلي مش محظوظه. يعني انت توقف وبعدين رجوع سيراميكا، هيثم اكيد قلقان يعني ارجع على النادي الاهلي ولا ارجع على اي فرقه تاني. بصراحه اول مره يمكن دي المباراه الأسوأ لسيراميكا بصراحه من بدايه الدوري. يعني يعني لا الظروف كانت صعبه بالنسبه لي. وجول وجوال كتير يعني زي ما بيتقال هافي. يعني برضه كان تفضلت حافز وعايزين برضه يحافظوا على ترتيبهم في الدوري. طرد حارس المرمى أثر بشكل كبير جدا، وقبل طبعا الهدف الجميل لياسر ابراهيم المتابعه، يعني مدافع وبيتابع زي الفيرود كده، فدي حاجه كويسه بتحسب لياسر بصراحه. وجول في اربع دقائق يعني ما حصلتش في الاربع مرات اللي قبل كده، واحنا تملي كنا نقول عايزين جول. دي عوده الاهلي، الروح الاهلي ابتدت، احنا بنشوف دلوقتي لعب تاني. عشان كده انا متفقه مع الناس اللي بتقول الدوري دلوقتي ابتدى يمكن بالظبط. واحنا كنا يمكن عتاب يعني عشم في اولادنا ان احنا عايزين نجيب جول في الاول عشان نفتح الجيم. طبعا يعني احنا في الاربع مباريات اللي فاتت عندنا شوط متوسط تملي بيبقى الشوط الاولاني، صحيح، وبعدين بيبقى نار يعني نار حمراء موجوده. بس الحاجه الاكيده ان التسجيل المبكر بيفرق كتير. طبعا طبعا بيدي ثقه كريم بشكل كبير جدا، وبعدين بيفتح لك الجيم، صحيح. بيضطر الفرقه اللي قدامك عايزه تعوض فبتبدا تفتح خطوطها، وده اللي يهمنا. اول ما بتفتح الخطوط بيبقى صعب بقى على الفرقه، لان لعيبه النادي الاهلي بتحب المساحات، بتحب الاختراقات، بتحب الجمل التكتيكيه. طول ما انت بقفل عليهم في 30 يارده بيبقى الاختراقات صعبه و الجمل مخنوقين بالظبط. طبعا لان 30 يارده فيها اكتر مثلا من هم 11 لعيب واحنا كمان 10، فبيبقى او 9، فبيبقى عدد كتير قوي في ال 30 يارده اللي بيهاجم فيهم النادي الاهلي. وهنا بقى اهميه المهارات الفرديه طبعا اللي بيعرف يخلص. طبعا واحنا شفنا طبعا اربع اهداف لما نيجي كده نحللهم هنلاقي من اجمل الاهداف، يمكن كمان هدف قفشه اللي بيعتبر من اجمل الاهداف اللي موجوده في الدوري. تسديده يعني فيها اتقان وتصويبه ورؤيه وشايف، وهو طول عمره كده قفشه. يعني الكره الثانيه تملي بيستناها وهو بقى مشهور بيها، فالكره الثانيه هو بيختار المكان المناسب وبيتوقع ان الكره ممكن تنزل هنا، فطب انا هعمل ايه؟ يبقى لازم بسندها كويس قوي وبعدين ابدا اصوب. فالنادي الاهلي بدا يغير من استراتيجيته بصراحه. مستر موسيماني قعدنا نقول محتاجين جول في الاول، جول في الاول، فاكيد مستر موسيماني في تحضيره للمباراه طلب من اللعيبه ان هي لازم نجيب جول في الاول عشان نقدر نفتح الجيم. فانا شايف ان مباراه امبارح كانت من ضمن الهدف قدامنا هدف يعني مميز، وفي اتقان ورؤيه فنيه من لاعب مميز. يعني قفشه بصراحه من اللعيبه اللي طورت نفسها بشكل كبير.